ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الأخير. وينزل ربنا يعني تتنزل رحماته، تتفتح أبواب تجعلك أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وأقرب ما يكون العبد إلى ربه قرب المكانة وهو ساجد. فهناك أوقات تفتح فيها أبواب السماء من أجل استجابة الدعاء ومن أجل قبول الأعمال، منها ثلث الليل الأخير. كيف نحسب ثلث الليل الأخير؟ ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الأخير فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هكذا رواية البخاري بالرفع، هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ إذن في استجابة للدعاء. إذن ننتهز هذه الفرصة، صاحب الحاجة يقوم ليالي إذا كانت الحاجة شديدة وفي ثلث الليل الأخير يدعو فيستجاب له. إذا طلب عطاء أعطاه الله له، إذا طلب صرف سوء صرف الله عنه السوء، إذا طلب مسألة استجاب الله مسألته، إذا طلب غفرانا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. إذن ثلث الليل الأخير سجلها عندك بعد كل أذانين وفي دبر كل صلاة وفي ثلث الليل الأخير. كيف يحسب ثلث الليل الأخير؟ نرى متى يؤذن المغرب. هب أن المغرب يؤذن مثلا يعني في وقت من الأوقات الساعة السادسة، نسأل السؤال الثاني وهو: إذن فمتى يؤذن الفجر؟ وليكن أن الفجر في اليوم الذي غربت فيه الشمس في الساعة السادسة تماما كان في الساعة الخامسة، إذن فما بينهما 11 ساعة. 11 ساعة نقسمها على 3 ونطرحها من الخامسة التي هي موعد الفجر، فيكون هذا ثلث الليل الأخير. ف 11 على 3 فيها 3 ساعات وتلتين، يعني 3 ساعات و40 دقيقة. من 5 تبقى الساعة 21 دقيقة، يبقى ثلث الليل يبدأ من الساعة 1:20 في هذا اليوم. لو نظرنا إلى النتيجة لاحظنا أن كل يوم الغروب في وقت وكل يوم الفجر في وقت، ولكن هكذا حساب ثلث الليل الأخير هو الليل ما بين المغرب والفجر.